دم المقبرة الناس كلهم يريدون أن يمكنوا يعني يعزون، فكيف العمل؟ يعني يقرب منهم أو يقف في الوسط أو كيف؟ لا يقف ولا يغرب، لا يقف ولا يغرب، وإنما يمشي كإنسان أصيب بمصيبة وبس. ففي هذه المشية التي يمشيها مشية طبيعية لابد أن يلقاه زيد وبكر وعمر فيعزونه، لكن هذا لا يستلزم أي قيام وأي تلقي منظم ورتيب وإلى آخره. أما ما يفعله الناس فهنا المصيبة. ولذلك فالحقيقة إحياء السنن من الأعمال الفاضلة جدا جدا، وجاء الحديث بلفظ من أحيا سنة أميت من بعدي، لكن هو من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح لأنه معني قول عليه السلام في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا أصيب المصاب بمصيبة ودفن هذا الميت وانطلق يمشي، فمن لقيه في الطريق أو من الذين شيعوا معه الجنازة يعزونه. يعني المسألة يعني أسهل بكثير مما يتوهم الناس كيف نحقق التعزية. هم عقدوا القضية. نعم.